الإخوان، السلام عليكم. الآن استعدادات الموسم تيرميرات، أسيتو تيرميرات الآن كيقوم بعمل تنظيف ديك الطونالي الفوق ديالها. نتوما كتشوفوها هي فوق، ممكن نقيو البلاصة هادي. دابا غادي سميتو غادي نطفو كل ما كان باش يبنيو الخزانة. اليوم الخميس 12 غشت 2023. هانتوما تشوفو راهم خدامين أشغال على قدم المساق. هاهما كيشتغلو، والله سبحانه وتعالى يوفقهم يا ربي امين، يوفقهم جميعا ان شاء الله الرحمن الرحيم. كل واحد كيقوم بالدور ديالو. احسن وجهه هي هذا هو المركب سوسيو اقتصادي، كتدار فيه الانشطه ديال التنميرات اللي تبنى بالسواعد ديال البلاد، بلاد البلاد حفظهم الله. الاستعدادات على قدم وساق. ثم الآن إخوان هذا ثم الإخوان كنستعدو للموسم ديالنا السنوي. كل واحد من الناس كتشتغل، كل واحد كيدير الدور ديالو. الساحة شطبوها هي تلميرات. كما كتشوفوا إطار استعدادات الموسم، اليوم هو خاص غير باش نبنيو الخيمة وتقاد الأمور على أحسن ما يكون. أيوا غدا إن شاء الله كاين اجتماع القبيلة السبت إن شاء الله، الاحتفال استقبال الزوار وفي المساء حفل ختامي.
سنواكب الحدث إن شاء الله عن قرب. أجواء غائمة الحمد لله، قضية شوية مغيمة مزيان بردة في الدعوة. حاليا المدينة غتكون سخونة سخونة بزاف بزاف، هذا هو الشيء الإيجابي في البوادي كتكون باردة. اخوان يا داك الفقره اللي غتصبح ما جابوها الاخوان، راه ملي كاشف وجاي جزاهم بخير الله يخف عليهم. اهلا 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 اهلا. ثم حاولت شويه نبعد باش ما نقبضش لوجود الناس احتراما لهم، وصافي هذا هو اللي كاين. رجع شويه اللور باش نزومي باش ما نقبضش لوجود الناس كاملين. الله اكبر الله اكبر، ها هي الذبيحه كرس الله تبارك الله ما شاء الله، ها هي الذبيحه. الأجواء احنا دائما على الأجواء أجواء ذبح الأضحية. ما غاديش نبين لكم فاش كون كتذبح احتراما لخصوصيات الفيسبوك، حنا دابا غير كنصور لكم الأجواء. نحاولوا نقلوا للمشاهدين ديالنا اللي ما حضروش شوفوا الاجواء كي كتمر هنايا على قدم وساق. صراحه هذا العام استثنائي على السنوات اللي دازت، عام استثنائي بك. Thank you.
What?